احنا كنا بنجرب الابديت، تمام، كنا بنجرب الابديت لما دوسنا سند، تمام، قال لي 201 كرييتد، معناها هو السلام عليكم. بتهيألي في صورتين برضه دكتور. طيب هو في حاجه مفتوحه مرتين، مش مشكله، خلاص كده تمام. فقال لي هنا ايه 201 تمام، وقال لي لسه سكسسفول، وقال لي ان هو اتعدل كباك اند ويب ديفلوبر، يعني الابديت اشتغل. طب انا اتاكد ازاي؟ انا ممكن اروح على جيت ايه كول امبلويز كده واعمل سند، طبعا يعني لازم ريسند لان دول اللي كانوا موجودين اللي هو كويب ديفلوبر عمر صبر، لازم اعمل سند جديد عشان اعمل ريفريشنج للديتا. ادي اهو بقى باك اند ويب ديفلوبر، تمام، والسند اتغير بقى 17000، معناها ان الداتا حصل لها ابديت. وتلاحظوا كمان ان الفيرجن فيرجن 2، يعني ده فيرجن 2 يعني حصل فيه تعديل او ابديت. وبكده يكون الايه الابديت بتاعتنا تمت. تبقى لينا مين؟ تبقى لينا بس فقط الديليت. الديليت طبعا ممكن عشان ببعت الاي دي بس بتاع الموظف عشان يتحذف، ممكن اشتغل بالبادي، الداتا تتبعت في البادي، ممكن اشتغل بالريكوست اللي هو الريكوست دوت كويري اللي هو الامبلي اي دي من فوق وخلاص زي ما انا حابب يعني. بس الموضوع بسيط، فانا يعني انا هستخدم برضو زي ما كنا ماشيين بالبادي، لان طبعا في الطبيعي هيبقى مربوط حاجات تانية بقى عشان السكيورتي وكده. خلونا بس ما نخش بالتفاصيل، خلينا نجرب الديليت وبعد كده هحكي حكايه السكيورتي دي. لكن خلينا نقول كده والله ان احنا هنقول له الروتر هيأد بقى مش ولا جيت ولا بوست ولا بوت، هيأد ديليت ميثود على انتلي، برضه هو نفس اليو ار ال عادي جدا بس هنادي على فانكشن اسمها ديليت ام، اخد من الابديت الجميله دي كده كابي، تمام، ومعامل ديليت ميثود، اروح هنا اقول له دي ديليت ام وكله تمام، وكان ريد البادي وريد مش عارف ايه، بس مش هاخد بقى كل الديتا دي، انا عايز بس جاست الامبلي اي دي بس، هو ده اللي انا محتاجه. وطبعا هنا هنرجع الفانكشن اللي اسمها ديليت او ديل ام زي ما هي كان اسمها كده، وتاخد مني فقط الامبلي اي دي، اما باقي الحاجات دي احنا مش محتاجينها، هي بس تبعت الامبلي اي دي كده، جبناه بشكل البادي ما جبناهوش بشكل الايه الكويري. والريسبونس بيجي لي على اسم الديليت بترجع لي ترو او فولس، اتاكد ان الاورينت داتابيز ان الديليت كمان بترجع لي الديليت اهي، كانت بتريتيرن ايه تكست، قلت له لا خليها تريتيرن ده دي برنت عادي ما عندناش فيه مشكله، لكن لما تيجي تريتيرن ليا لو سمحت ريتيرن ترو. على فكره مع اني كنت ممكن ريتيرن النتيجه اللي راجعه على طول كان نوت ديليت او مش عارف ايه، بس احنا يعني مشينا بالطريقه دي في كله، فما فيش مشكله ان احنا نظبط امورنا على كده يعني. واقول له ريتير فولس وخلصنا. يعني ترتن ترو يا ترتن فولس. ولذلك هيبقى هنا الكلام صح، لو كانت ترو ببعت سكسسفول وعلى 200 ومش عارف كام 201، ولو في ايرور بقول له ايرور، ولو كان في بيانات ناقصه بقول له ابعت. كل زي ما هو مش غيرها، هي خلاص الموضوع زي ما هو بالظبط، انا بس غيرنا بس بنادي عشان ناخد بس الامبلوي اي دي بس، وبنادي على الفانكشن اسمها ديليت ام او ديليت امبلوي بس، وباقي الافكار كلها افكار ثابته ما فيش فيها شغل ولا اي حاجه. هرستر طبعا السيرفر بتاعي عشان يحس بالكود الجديد والروتر الجديد والكلام ده كله، وهاجي هنا هقول له ديليت ام عليه اي او اتش تي تي دي نفس اليو ار ال بتاعنا لوكال هوست 8080 امبلي على امبلي، والبادي نبعت في البادي رو جيسون، بس احنا بندلل اي دي، انا اقول له الامبلي اندر سكور اي دي، طبعا لو ما بعتلوش خلاص يعني هيضرب مني، يعني عملت سند كده. تلاحظوا قال لي
الستاتس فيلد وقال لي ايه الايرور الام بي اي بسبب الام بي اي دي، وبعت لي ايه 206 يعني بارشال كونتنت محتوى نقص او محتوى غير كامل. تمام؟ قلت له تمام، يعني انا هقوم جاي باعت هنا الام بي اي دي مثلا عايزين نكتب 1 1 3 اللي كنا لسه ضايفينه. تمام؟ الدنيا تبقى واضحه. احنا ديليت على لوكال هوست 88 امبلي، وادي الايه على في البادي فلو داتا جيسون بعتنا الامبلي اي دي اللي هو 4 3 ده كان ما كناش سمعنا. ونعمل ايه؟ نعمل سن. رد عليا النتيجه قال لي ستة سكسسفول، وقال لي 201. طبعا كريت هنا معناها ان هو العمليه تمت، يعني هو 201 لو ما تيجي تقرا معناها ان الريكوست هاز بين ايه فولفيلد. انا ريزلتد ايه ان ا نيو ريسورس بشكل، بس طبعا ما عندناش نيو ريسورس احنا بالديليتد يعني. المهم يعني ايا كان، المهم ان رد عليه قال لي نوت حذف. اتاكد ازاي؟ ارجع على جيت اول امبليز وريسند تاني واخلي النتيجه بتاعتي عباره عن جيسون. فلما جيت عملت كده لقيت ان في عندي فريد وفي عندي محمد طه، اما الجديد اللي احنا كنا ضفناه فهو اتحذف بالفعل والعمليه تمت. يبقى احنا كده عملنا اي بي اي مهمه جدا، كل بيانات الموظفين بتيجي، اجيب موظف واحد بعينه وابعت له كويري من فوق بيجي، اد نيو امبلوي بيحصل، اعمل ابديت بيحصل، بريك بيحصل. يعني من اخر كراد اوبريشن الريست فول اي بي اي تمت، العمليات كلها تمت كريست فول اي بي اي من عرض بيانات كامله، سيرش على بيان معين، اد جديد، ابديت، اديليت، كله تمام. وبكده نكون الحمد لله خلصنا كمان البروجكت كده. ده بروجكت كامل ده كده، انت بتعمل بتاع باك اند تمام، انت بتعمل عمليات اساسيه. طبعا مش خلاص انت دخلت اصل الفكره، ليه؟ لانك انت عارف داتابيز وعارف ازاي تعمل كونكت في العمليه بقت في السريع، فمش محتاجه تعقيد. لكن مش معناه ان خلاص انا المفروض مش اي حد يقدر ياخد دلوقتي. لو اي حد اخذ اليو ار ال ده هيقدر يحجز في اي موظف، طبعا ده غلط. اي حد يقدر يشوف اي بيانات موظفين، ده برضه غلط. لكن انت بقى بتكون بتاع باك اند كويس، تقدر بقى تقفل شغلك بقى، تقفل بقى الاوثنتيكيشن والسرايزيشن، ومين اللي حد يخش ومين ملوش حق يخش، وتعمل له كمان الفرونت اند بتاعته و قصه كده كامله. لكن كده بالنسبه لنا البروجكت بتاع الريست فول اي بي اي كراد اوبريشنز، البروجكت كله تم الحمد لله.